ترغيب ثم ترهيب. نقدر نقول ان دي الاستراتيجية اللي اتبعها الدكتور احمد شحتة علشان يقنع ايمان انها تشترك معاه في قتل الدكتور اسامة صابون. كل ده واكتر هنعرفه في حلقة النهاردة. فحضر كده كوباية الشاي لذيذة بتاعتك او فنجان القهوة كده في الوقت الجميل ده اللي بعد العشاء كده وانت بتسمعني، علشان حلقة النهاردة محتاجة تركيز كبير جدا. مركزين معايا؟ نبدأ الحلقة كده. اهلا بيكم. اثناء التفتيش في موبايل المتهم الاول الدكتور احمد شحتة، اكتشف رجال المباحث وجود صور وفيديوهات لإيمان وهي في اوضاع مخلة مع احمد شحتة. واكد محامي ايمان الاستاذ عاصم بدران ان الصور دي كانت ورقة الضغط اللي كان بيستخدمها احمد شحتة ضد ايمان. وهنا يا سادة مستمعين وانت بتسمعيني دلوقتي هقول لك ان الحكاية بدأت من هنا. بدأت لما احمد شحتة عرف ان اسامة كشف شغله الغير قانوني والش غير شرعي، وكان بيخطط انه يخلص من اسامة باي طريقة، فبدأ انه يهدده انه هو كمان هيتورط معاه لو البوليس عرف طبيعة الشغل اللي بيتم في العيادة اللي هم شركاء فيها. لكن واضح ان الدكتور اسامة ما خافش من تهديدات احمد شحتة، وفضل مستمر على الكلام ده، لكنه في نفس الوقت ما اخدش موقف ضده ولا حتى حاول انه يأمن نفسه الدكتور اسامة. وخلال الفترة دي حصلت حادثتين لاسامة. الحادثة الاولى كانت محاولة اختطاف من ناس وهما ما يعرفهمش، والحادثة التانية هي ان موبايل اسامة اتسرق اثناء ما كان في غرفة العمليات، وبرضه ما عرفش مين اللي ورا كل اللي بيحصل ده. لكن اسامة كان شاكك في احمد شحتة، بس ما كانش فيه اي دليل بيثبت صحة شكه. الناس اللي بتقولوا انتوا بتهبدوا وبترزعوا، احنا بنحب الهبد، خليكوا واحدة معانا عشان هنهبدكم النهاردة على دماغكم. ولما احمد بأس من اسامة قرر انه خلاص هيتخلص منه، لكن كان عاوز حد يساعده عشان يعرف ينفذ خطته، وعرض احمد شحتة الفكرة دي على احمد فرج اللي بيشتغل معاهم في العيادة، ووافق احمد فرج على انه يشترك معاه. احمد شحتة كان عاوز طعم يرميه لأسامة علشان يستدرجه للمكان اللي حينفذ فيه جريمته، وملقاش احسن من ايمان علشان تساعده، فعرض الفكرة عليها على حسب تصريحات الاستاذ عاصم بدران، ايمان هتاخد اعدام. رفضت العرض ده بس بشكل نهائي، وقالت لاحمد ان لو نفذ اللي في دماغه ده هتبلغ عنه الشرطة، ما هو برقهاش. فاحمد اوهمها انه كان بيهزر معاها، وقفل الموضوع ده معاها. واثناء ما كانوا في الشقة بيتقابلوا فيها، استغل احمد الفرصة وصور ايمان بدون علم ايمان، وبعدها بدأ يفتح معاها موضوع سرقة اسامة مرة تانية، بس المرة دي هددها بالصور اللي معاه، وقال لها ان دورها يدوب انها تكلم اسامة وتخليه يجي الشقة اللي هيحتجزوه فيها. وطبعا ايمان خافت واضطرت انها توافق على العرض. الاستاذ عاصم بيقول ان صور ايمان كلها كانت لابتوب احمد شحتة عليه، اللي هما رجال المباحث اخدوه اثناء التفتيش، واللابتوب ده تم تسليمه للنيابة. والشيء الغريب اللي مفيش حد عارف سببه لحد دلوقتي، هو ان اللابتوب ده اختفى تماما من النيابة. ده كلام المحامي بعد 24 ساعة من القبض على المتهمين. يعني بالمختصر المفيد كده، ان في حد ليه مصلحة وان اللابتوب ده يختفي. هتسألني ليه؟ هقولك لان احمد شحتة كان بيسجل كل سجلات شغله على الجهاز ده، واكيد سجلات شغله المشبوهة كمان متسجلة. ده كلام مين؟ المحامي. فلو السجلات دي ظهرت هتفضح معاها ناس كتير جدا. ما تصلوا على النبي كده. طب انتوا مش ملاحظين من بداية القضية دي ان كل حاجة محسوبة ومدروسة بالملي؟ كان في حد واخد خط سير الحكاية دي من الاول؟ انا ما اقدرش انكر ان المتهمين التلاتة اخطأوا على علم باللي هيحصل، بس برضو السؤال اللي مازال بيطرح نفسه، مين هو المخرج؟ مين اللي قاعد مستريح ومستقانيس
في بيته وبيتابع نتائج خطته وهو في امان. اصل يا جماعه يعني ما خطرش في بال اي حد من المتهمين ان مهما عرفوا يخبوا جريمتهم اكيد هيجي يوم وتظهر. طب ايه اللي يخليهم يسلموا رقبتهم لعشماوي بالشكل ده غير انهم تحت ضغط من حد كبير جدا وعنده نفوذ وسلطه تقدر تمحيهم من على وش الارض؟ لكن القياده السياسيه ما بتعترفش بالكلام ده، فاحنا مش عاوزين المتهمين التلاتة بس اللي يتعاقبوا، احنا عاوزين اللي حرضهم كمان ينال جزاؤه علشان ما نشوفش الحكايه بتتكرر مره تانية. وانا كل ثقه في النيابه والقضاء والمباحث. وسط كل الاحداث تحصل دي صرحت نقابه الاطباء بتصريح قلب الراي العام كله. نقابه الاطباء اعلنت انها مش هتشطب اسم الدكتور احمد شحته من النقابه الا بعد صدور حكم قضائي ضد المتهم، لان كل منهم ليه حق الدفاع عن نفسه، وفي حال ثبوت التهمه عليه هيتم اتخاذ كل الاجراءات اللي تمنع احمد شحته من ممارسه مهنه الطب. طبعا هيكون اتعدم كل الناس اتفاجئوا بموقف النقابه، لان اصلا احمد شحته اعترف انه كان مشترك في الجريمه، ده غير ان مجرد اتهام اي شخص بالمهمه دي كفيل انه ينهي حياته المهنيه، فما بالك بقى بوجود اعتراف على نفسه. ومن ناحيه تانية اكد الاستاذ عاصم بدران ان المتهمه الثانيه ايمان محمد تعرضت لبعض المضايقات والتجاوزات من رجال الشرطه، وفي الوقت ده حالة إيمان نفسية كانت سيئة. وبدران بيقول إن سبب المعاملة السيئة دي هو أسلوب إثارة الجدل اللي اتبعوا بعض المحامين، والمشكلة إن المحامين دول مش موكلين أصلا من أهل الدكتور أسامة صبور. وفي نفس المحامين دول طلعوا على قنوات واتكلموا عن المتهمين وهجموهم من غير ما يكون ليهم دور في القضية. واكد بدران ان اثناء التجديد الثاني للمتهمين ما كانش فيه محامي موكل ولا حتى واحد من اهل الدكتور اسامه كانوا حاضرين، والموضوع اقتصر عليا وعلى باقي المحامين المتهمين. الاستاذ عاصم بدران نشر منشور على صفحته الرسميه على موقع فيسبوك وقال فيه انه اتفاجئ يوم عرض المتهمين بحضور 25 محامي من ورثة الدكتور أسامة صبور. انتقد بدران المحامين دول وقال ان هدفهم الاساسي هو استغلال القضية بهدف الظهور الاعلامي، وطلب بدران من جميع المحامين انهم ما يدخلوش في القضية الا اذا كان ليهم دور فيه، لان التدخل الغير مفهوم ده بيتسبب في اذى المتهمين. انا بعد احترامي ليك يعني انت بتدور على مين يا عم؟ عم الله يبارك لك عشان الواحد والله العظيم عامل المراره. لكن الشيء اللي مش قادر استوعبه هو ثقه الاستاذ عاصم بدران في براءه ايمان. يعني حتى لو هي ما اشتركتش في تنفيذ الجريمه وحتى لو كان بيتم تهديدها، ليه فضلت ساكته كل الوقت ده واختارت بعد تنفيذ الجريمه انها تسلم نفسها وتبلغ عنهم؟ ليه يا ساده؟ ليه لو هي فعلا بريئه وملهاش يد خفيه في الموضوع ما خدتش نفس الموقف ده ضد احمد شحته والممرض؟ مش كان ممكن الشرطه تنقذ اسامه ويفضل عايش لو هي اتحركت وعارفه المعلومات دي؟ الحقيقه يا جماعه اني بايد معاقبه المتهمين ايا كان دورهم في القضيه، لان النتيجه واحده وهي موت الدكتور اسامه، فمفيش حد براءه. عشان نبقى واضحين، مفيش حد هيطلع براء ابدا من القضيه دي. ان شاء الله عشموه مستنيكم. اشوفكم في خير اشوفكم على خير في حلقه من حلقات اخوكم حكيم. بس قبل ما تقفلوا الفيديو ده رجاء ندعم الفيديو ده باللايك، اللايك مهم جدا جدا عشان خلي بالكم هتطلع ابوقه كتير جدا تقول ان هم براءه وان اسامه هو اللي عمل الفعله دي، وحتى وان اسامه اخطا والله اعلم مش عقابه انه يتقتل، مش عقاب انه يتقتل، مش عقاب اي حد فينا انه يخطأ يتقتل في دولة، في قانون، في سيادة دولة موجودة، في حاجة اسمها نيابة، في حاجة اسمها شرطة، في قضاء مصر الشامخ العادل. فاذا كان حد متستر ورا الجريمة دي وبيحاول انه يدفع وراها بقول لك
بلح. ليه؟ لان في عهد اللي احنا فيه النهاردة والنظام اللي احنا فيه ما بيجاملش لرئيس ولا وزير ولا غفير، وعندنا امثلة كتيرة جدا مستشارين ووزراء ورؤساء دولة اتعاقبوا. فاللي انا عاوز اقوله ان ان شاء الله تحيا مصر، تحيا مصر وتحيا القضاء المصري، اقسم بالله ما تطبيل، بس قسما بالله العلي العظيم لا تتفاجئوا في القضية دي بشوية حاجات انتوا نفسكوا هتقولوا شابوه للقضاء المصري وتفتكروا الغلبان العبد الفقير لله احمد الحكيم. ما تنساش بقى تشترك في القناة وتعمل اللايك، واشوفكم بخير. وخلي بالكم الناس اللي بتقول اهم حاجة اللايك، اهم حاجة اللايك، انا بحب اللايك وبحب فلوس اللايك. فيعني برضو ايه، عندنا برضو قلت قبل كده في يا جماعة مثالين، واحد بيدعم الشر واحد بيدعم الخير، ده بيكسب وده بيكسب، فما تجيش على بتوع الخير اللي بيدافعوا عن الراجل اللي واقفين مع الدكتور اسامة، اصلته بتدور على اللايكات. يا عم انا بدور على اللايكات، لايك بقى. اشوفكم بخير، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.